قال الإمام ابن الجوزي: روي عن أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه، وهذا من أئمة المسلمين، أنه قال عن عالم من علماء المسلمين يقال له عبد الله بن عبد الحكم، قال: رأيت الشافعي رضي الله عنه بعد موته في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك يا إمام؟ فقال: رحمني وغفر لي وزففت إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. فقلت له: ما الذي بلغك هذه المنزلة؟ يعني بماذا نلت هذه المنزلة؟ فقال له الشافعي: لأنني ختمت كتاب الرسالة بهذا الكلام، وهو بعدما انتهيت من كتاب الرسالة قلت: وصلى الله على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فالله جعل له هذه المنزلة بهذه الصيغة التي صلى فيها على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة على النبي بهذه الصيغة.